بعد تناقل أخبار الفيروس القاتل كورونا، بدا الخوف واضحاً على الكثير، والذين قاموا بالبحث عن معلومات دقيقة لفك هذا اللغز الغامض. وزارة الصحة السعودية قامت بتحديثات مستمرة لتطورات الفيروس، حيث وصلت عدد الإصابات في المملكة إلى 30 إصابة، توفي منهم 15 بحسب تصريح وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيع. الوضع إلى الآن كما أعلن وكما هو على موقع الوزارة، سجل 30 حالة وتوفي منهم رحمهم الله 15 حالة. الوضع الآن الوزارة تقوم بجهد كبير لأولا ضمان معلومي علم وكل الممارسين الصحيين بطرق تشخيص هذا المرض بشكل سريع، ثانيا كل وسائل السلامة والعزل وكذلك العلاج الداعم للمرضى تقدمه الوزارة بشكل سريع جدا، وإن شاء الله أن هذا المرض وهذا الفيروس يزول إن شاء الله عن كافة مناطق المملكة إن شاء الله. ولأهمية وخطورة هذا المرض جاءت الزيارة المفاجئة لوزير الصحة لمحافظة الأحساء التي شهدت البوادر الأولى لظهور فيروس كورونا في المملكة. قمت مع مجموعة من قيادات الوزارة اليوم بزيارة محافظة الأحساء وزيارة المستشفيات في هذه المحافظة الغالية علينا، وأطمئن الجميع أن الوضع الصحي ولله الحمد مستقر، وكذلك هنالك اهتمام كبير جدا من الفرق الميدانية في المستشفيات كافة. لا زالت هناك الكثير من الأسئلة حول هذا المرض الغامض والذي يعد في فترته الحالية نوعا من الوباء. يذكر بأن أعراض المرض تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا العادية، أما أسبابه فهي مجهولة، ولم يتم حتى الآن اكتشاف أي علاج لهذا الفيروس القاتل. للأخبار محمد الحمادي، الأحساء.